زي ما احنا متعودين ومعودين حضراتكم دايما بيكون عندنا تقرير في مجموعه كبيره من الاحداث اللي حصلت امبارح، واللي كان من ابرزها طبعا زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعاليات الندوه التثقيفيه ال40 واللي نظمتها القوات المسلحه بمناسبه انتصارات اكتوبر المجيده. ايضا امبارح تراس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات الماليه والنقديه لاستعراض عدد من الملفات الاقتصاديه ذات الاولويه. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد فعاليات الندوة التثقيفية ال40 اللي بتنظمها القوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، وبتحتفل الدولة المصرية في شهر أكتوبر من كل عام بالنصر المجيد، حيث استطاع رجال القوات المسلحة الباسلة تخطي خط برليف المنيع والدخول لعمق أراضي سيناء الحبيبة من أجل استعادة الأرض وإعادة الهيبة وكتابة أول نصر للعرب على الكيان الصهيوني، وأيضاً القضاء على أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وده في مساء يوم السادس من أكتوبر عام 1973 الموافق العاشر من رمضان. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع استعرض السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة ولبنان وتداعيات الأحداث على الاقتصاد المصري. وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أن حالة عدم اليقين اللي بتفرضها الحروب الإقليمية الجارية بيجعل الحكومة ملتزمة بدراسة السيناريوهات المختلفة، وهو ما نعمل عليه بالفعل بالتعاون مع البنك المركزي. وأضاف الحمصاني أن محافظ البنك المركزي أكد خلال الاجتماع نجاح خطة تحقيق استقرار سعر صرف الدولار بفضل عدد من العوامل المهمة، مشيراً إلى انتظام تحويلات المصريين في الخارج. أيضاً امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، لا سيما سبل دعم العلاقات مع الدول الإفريقية الشقيقة. في مستهل الاجتماع أثنى رئيس مجلس الوزراء على جهود وزارة الخارجية في الدفاع عن المصالح المصرية ودعم العلاقات الثنائية مع مختلف الشركاء الدوليين في كافة المجالات، خاصة تعزيز وترسيخ التعاون المصري الإفريقي. كما أكد رئيس الوزراء أهمية تطوير العمل التنموي المصري في إفريقيا خلال الفترة القادمة وتطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية في إفريقيا بما يلبي احتياجات الدول الإفريقية الشقيقة في مجال التنمية.